بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين أحبائي المشاهدي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأسك السلام وهذه الحلقات المخصصة بأجوبة الأسئلة من السادة المشاهدين ضيفي الكريم سماحة الشيخ الله يحفظك ويدك إن شاء الله, حياكم, يعني الله الشيخ حياكم وبياكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أيها المشاهدون الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم الله يحفظك إن شاء الله حياك مفاضل. وبياك حبيب الله يحفظك إن شاء الله. الله متواصلين معك سماحة الشيخ ولأجوبة على أسئلة السادة المشاهدين لدينا سؤال سماحة الشيخ من الأخت رغد <applause> العزاوي تقول كيفية استخدام الحرمل لمعالجة السمنة كثير ما يأتينا هذا السؤال سماحة الشيخ نعم الان ذكرنا يعني مو بس قضيه الحرمل بس ذكرنا عده امور لعلاج السمنه يعني مو بس الحرمل. نعم. اولا قلنا تحديد الطعام ان الانسان يحدد وجبات الطعام، تغدى وتعشى ولا تاكل بينهما شيء، مو ان واحد يترك وجبه العشاء، وجبه العشاء تركها مضر بالبدن، يضعف البدن، وان كان ممكن السمنه تذهب لكن البنيه ضعيفة عند الإنسان فإذا تعاليم أهل البيت يقول تغدى يعني الريوق وتعشى لكن بينات لا تأكل شيء نعم فواكه لا أشكال فيها بعض السوائل لا أشكال مثلا الإنسان يأكل يشرب لكن بعنوان أنه وجبة أكل لا هذا يسبب السمنة بعد عدم تلوين في الطعام يعني أنواع في مائدة واحدة هذا نهم سبب السمنة مو بس قضية الحرمل إدمان الحمام يوما على الريق يومية على الريق هذا يخف قضية السمنة لكن يوم ترك لا يسبب السمنة بعد عدم الاكثار من الأطعمة التي تسمن اللحم البيبسي الحلويات الصناعية والآرز هذا يسمن للإنسان هذا نكون يبتعدون عنها أكل السويق الشعير على الريق جدا ممكن أهم من الحرمل يخفض الوزن فاذا اكل السويق سويق الشعير على الريق بعد كذلك استخدام الحرمل كما اشرنا قبل النوم ذاك بحسب حالة الشخص ممكن إذا ما عنده ارتفاع الضغط المرأة ما هو حامل أو مثلا عنده مشكلة في المعدة أو حرارة المعدة لأن ممكن يضر الإنسان وثانيا أنه لا يعلك ولا يطحن إنما هكذا يفركه باليد ينقيه من الحصوات أو الغبار ثم يفركه بيده كما تقول الرواية يبتلعه بلعا مع شيء من الماء, من الماء. هذه طريقة نافعة بالنسبة ممكن ملعقة صغيرة أو ملعقة متوسطة هذا بحسب يعني إحنا ما نعرف أن حالات الشخص لكن بس إما ملعقة متوسطة وإما ملعقة صغيرة ليليه يبتلعها قبل النوم فهو نافع نافع جدا لكثير من الامراض حتى الامراض السكريه نافع الحرمل ابتلاع الحرمل للامراض السكريه كذلك ماذا نافع اذا كان منشا السكر ماذا من شده البروده والرطوبه واذا كان من شده الحراره فهو ضار ضار لابد ان نلتفت الى هذه المساله تدليك البطن بزيت الحبه السوداء نافع لازاله الكرش ان واحد ليلية يدلك الكرش ده ليلية يدلك بزيت الحبة السوداء او زيت الزيتون نافع لازالة الكرش لان دوران الدم يكثر في تلك المنطقة ويذوب الشحم بواسطة التدليك هذا بالنسبة الى معالجة السمنة وكيفية استخدام الحرمان نعم احسنتم بارك الله بكم ايضا لدي سؤال سماحة الشيخ من الاخ احمد الساعدي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم والدتي مصابة بالسكري وتأخذ أبر أنسولين أثر السكر طبعا نعم. وأثر السكر أيضا على عينيها ومفاصلها حيث أصبح عندها نزيف بالعين ثم نزل الماء الأبيض أما العين الأخرى أسوأ حيث بدأ تليف داخل العين مما أدى إلى تمزق الشبكية اخوكم احمد الساعدي. نعم. بالنسبة إلى هذه العوارض كلها راجعة إلى مرض السكر. فلابد نعم. فلا بد ابتداءً أن نعالج العلة الأساسية، وإلا إذا لا نعالج العلة الأساسية يبقى يعني ما دام العلة موجودة الآلام هم موجودة ما ترتفع. فعلاج السكر أولاً الثقة بالله وعدم فقد الأمل، أن بعد أنا ما أتعالج لا. إذا الإنسان فقد الأمل يعني تقلب المرض على الإنسان. نعم. بما أن منشأ مرض السكر عند هذه المرأة يعني بهذا السن غالباً عند النساء البرودة والرطوبة يعني منشأ مرض السكر، عند المرأة البرودة لابد من الاجتناب، اجتناب من الأطعمة والأشربة ذوي الطبيعة الباردة والرطبة، مثلاً الزبادي، الماء البارد، البيبسي، السمك، الخس، الخيار. مادر الطماطم الطرشي الجلوس تحت المكيف على الدوام هذا هم يزيد حاله الانسان يخلي المرض اكثر يتكاثر بالانسان. بعد وعلاجه بعد العسل والحبه السوداء جدا نافع، الان ممكن واحد المشاهد الكريم يقول ماكو بكل وصفه الا عسل وحبه سوداء لان العسل القران الكريم يقول فيه شفاء للناس وفي روايه يقول شفاء لكل داء والحبه السوداء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الحبه السوداء شفاء لكل داء الا السام، يعني استثنى فقط الموت يعني لكل ولذا نحن لكل عله ناتي بالعسل والحبه السوداء جدا نافعه لهذه المراه لان بعض يقول سكري المراه تاكل عسل نقول لا أشكال لأن سكرها منشوها البرودة والرطوبة نعم. فهو نافع لها نعم إذا كان منشأ السكر بالأخص عند الشباب اللي من شدة الحرارة لا العسل يضر لكن بالنسبة إلى هذه المرأة لا العسل نافع لها نافع لمفاصلها نافع لعينها هي تكاثرت البرودة والرطوبة إلى أن ابتلت عينها كذا هكذا وتالي هنوش يجيلها إلى قضية الكليات إلى قضية الكلى وتبتلي بقصيل الكلى وهذا سببه شنو زيادة السكر يعني زيادة البرودة والرطوبة تخلي تشغل الكليات زيادة عن اللازم ويطيحن عن الشغل فإذا لابد أن نلتفت إلى هذه الأمور أما بعد النافع لهذه المرة لإزالة السكر سويق الشعير بعد كل وجبة غذائية تأكل ملعقتين من سويق الشعير بعد نوى التمر كما أشرنا سابقا نوى التمر يطبخ ويشرب منه قدحين أو ثلاث بحسب حال المريض فهو كذلك نافع للمفاصل بعد الماء الفاتر بدل الشاي بدل أن تشرب شاي شنو تشرب؟ تشرب ماء فاتر هذا هو علاج إلها بالأخص على الريق جدا نافع خبز الشعير على الدوام خبز الشعير أي خبز تستخدم لابد أن يكون شنو هو خبز, خبز الشعير. آه بعد البدء بالملح والختم بالملح جداً نافع لعلاج أي مرض بالأخص قضايا السكر لأن الملح طبيعته حار فنافع لهذه القضية. بعد آه أكو قضية وصفة أخرى رؤوس الباذنجان نعم. أكو شاف البيذنجان أكو عند رؤوس الخضار. نعم. إيه. تأخذ لك ستة أو خمسة ستة من هذه هذه الرؤوس. وتطبخ هذه الرؤوس بشيء من الماء ثم تصفي وتشرب جدا يخفض السكر بسرعة نعم. هذه موجودة هذه الوصفة تأكل يوميا أربع غرامات من مطحون الحلبة على الريق فهو علاج للسكر والأهم الأهم أن هذه الوصفة الأهم الحمد الصدقة كثرة الاستغفار والقرآن أشرنا أن القرآن يزيل الرطوبة والبرودة من البدن أصلا القرآن إذا الإنسان كما أمير المؤمنين عليه السلام أشار في رواية قال ثلاثة أشياء يزدن في الحفظ ويذهبن بالبلغم شنو هاي الثلاثة أشياء قال اللبان والعسل وقراءة القرآن هذا يودرن البلغم البلغم يعني شنو يعني البرودة والرطوبة فهو نافع القرآن حتى لأمراض الجسد يعني لا تتصور ان القران البعض يتصور ان القران شنو هو؟ القران بس نافع لقضايا الجن والقضايا الروحيه والنفسيه بينما القران وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره، لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. فإذا القرآن الكريم يؤثر على الجرم والمادة يؤثر على الجانب المادي مو بس الجانب الروحاني وإن كان نحن لا نفرق بين جسد الإنسان وروح الإنسان نقول الإنسان معبر عنه بالروح والجسد مو مثل الغربيين بسيون ياخذون شنو هو ياخذون جانب الجسد ويتركون جانب الروح بينما الام الجسد الاطعمه التي ياكلها الجسد تؤثر على جانب الروح مثل الحلال والحرام يؤثر على جانب الروح <applause> وآلام الروح تؤثر على جانب شنو هو آلام الجسد فاذا لابد ان نراعي هذه الامور تاكيدنا على الحمد والصدقه والاستغفار تاكيدنا على ان الانسان مركب من ماذا من روح وجسد لابد ان نلتفت لكن بالنسبه الى علاج الماء الابيض الماء الابيض وردت في روايات اهل البيت المؤمنات من الماء الأبيض شو نسوي حتى لا نبتلي بالماء الأبيض نزول الماء الأبيض على العين يقول أولا كثرة العطاس الإنسان اللي دائما يعطس ما يبتلي أكو ناس يعني بحياتهم قليلا يعطس لكن نشوف أن الشخص اللي دائما يعطس قليل يبتلي بالماء الأبيض بعد مسح الوجه بالحمد بعد العطسة يعني إذا الإنسان عطسه يمسح وجهه ويقرأ شنو هو يقرأ سورة الحمد الله تبارك وتعالى ببركة هذا العمل ما يخلي يبتلي بماذا يبتلي بماء الأبيض لكن بالنسبة إلى العلاج هذه مؤمنات نعم. بالنسبة إلى العلاج كحل العناب يجيب لك العناب الطحنة ثم تنخله بحريرة خاصة مثلا إلى أن يصير ناعم جدا ويكتحل به الإنسان فهو علاج لماذا للماء الأبيض غسل العين ليلية بعرق الشمر او الرازيانج او الحبه الحلوه بتعبير الشعبي ما اعرف بعد وحده من هذني المهم ان عرق العرق الشمار بالفصحى يعبرون الان اكو رازيانج هم يقولوا له الحبه الحلوه هم يقولوا له عرق ماله يغسل عينه بمده أربعين يوم ليليه يغسل عينه بهذا العرق بعد تقطير الليمون الطازج في العين يقطر ليمون طازج الخضر وطازج يكون مو انه ضال مال السنين الطواعين بتعبيرنا نعم. لا يكون طازج ويغسل عينه بهذا يعني يقطر على البياض لا على السواد على البياض لا على السواد بعد حجامه خلف الاذن من بعد اسبوعين حجامه الشقيقه فهو هذا علاج المائل الابيض الان ما اعرف يعني يوجد وقت لولا لا لو بعد الفاصل ان شاء الله بعد الفاصل بعد الفاصل ان شاء الله بارك الله الله ان شاء الله احب المشاهدين فاصل ونواصل ان شاء الله حياكم الله احبائي المشاهدين، مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه متواصلين معكم وبرنامج طب اهل البيت عليهم افضل الصلاه وازكى السلام وضيفي الكريم سماحه الشيخ احمد دريس الاحسائي. الخدمة حبيبي الله يحفظك الله يحفظكم نكمل ما بدانا به بالاجابه على سؤال الاخ العزيز احمد الساعدي سماحه الشيخ. نعم لأنه هو اشتكى من السكر وقضيه الماء الابيض. <applause> نعم. وقضية الآم المفاصل كانت الآن تدهين بزيت الحبة السوداء نافع لآلام المفاصل يعني يقلل لكن الحمية أهم الحمية من الأطعمة الباردة والرطبة هي التي تزيد آلام المفا المفاصل فإذا لابد من الحمية أكل السويق على الدوام كما أشرنا سويق الشعير على الدوام نافع لآلام المفاصل مطبوخ الزنجبيل او الدارسين اذا يعني باستطاعته يعني شرائط مساعده ان تشرب ما مطبوخ دارسين او الزنجبيل تاخذ كف من التين وكف من الحلبه ثم يطبخان اثنيناتنا تطبخين بمقدار قدحين كل ثلاثة ايام مره كل ثلاثه ايام مره لالام لانواع الام المفاصل اللي راجع راجع الالم الى البروده والرطوبه بالاخص بالشيبه شوفه بالشتاء تظهر عليه الالام هذا نافع له فاذا ان شاء الله ببركه اهل البيت عليهم السلام ان شاء الله الله تبارك وتعالى يرفع عن هذه الامراه ان شاء الله لكن الاهم الصدقه الحمد الاستغفار القران نؤكد هذه الامور لان هي اساس العلاج ان شاء الله احسنتم سماحه الشيخ بارك الله بكم ايضا لدينا سؤال حقيقة سؤال من الأخ أحمد الساعدي يقول امرأة من أرحامنا بعد أن أنجبت طفلة مرت عليها ست سنوات ولم تتمكن من الحمل مرة أخرى حتى بعد أخذ المنشطات تحت الجلد لم يكبر حجم البويضة أكثر من سبعة ما هو العلاج جزيتهم خيرا نعم بالنسبة إلى العلاج بالنسبة إلى هذه المرأة يعني عله كثير من الأمراض عند النساء تكاثر البرودة والرطوبة في البدن بالأخص في منطقة الرحم لذا لابد من اجتناب الأطعمة الباردة والرطبة لابد من الاجتناب بعد عدم الاستحمام في أيام الدورة الشهرية لا تستحم المرأة تزيد عليها الآلام بعد العلاج الاساسي الان هو الاطعمه اللي لابد ان تمتنع منها الحلويات نكرر هذه الامور لكي ترسخ الفكره عند المشاهد الكريم. الحلويات الايس كريم ما ادري كثره الاكل ما ادري البيبسي الماء البارد الشاي القهوه كل هاي الامور تزيد المراه الام اكثر، فاذا لابد ان تجتنب هذه الماكولات الضاره البيتزا وما شابه هذه الامور، لكن العلاج الاستغفار. مرة أخرى نؤكد على قضية الاستغفار الحمد الصدقة أكل الحرمل الحرمل جدا نافع هذا هذه القضية الحرمل ملعقة صغيرة أو متوسطة الآن بحسب لكن تبدأ من القليل أفضل من الكثير ملعقة متوسطة من الحرمل بلا طحن ولا علك مجرد ابتلاع مع مقدار من الماء لكن بشرط المرأة لا تكون حامل بشرط أن آه لا يكون هناك ارتفاع في الضغط أو حرارة في المعدة أو آه ضعف المعدة يقدر الإنسان يجرب نفسه ليلتين إذا يشوف روحه يتأذى بعد يوز من هذا الحرمل نعم. المهم هو نافع علاج آه بعد العسل مع الحبة السوداء ملعقتين صباحا ومساء آه العلق جدا نافع في منطقه البويضه ان يضعون علق او اطراف الرحم علق جدا نافع تدهين ناحيه البويضه بزيت الحبه السوداء ليليا وضع اكواب لسحب الهواء في تلك المنطقه الافتيمون الافتيمون جدا نافع لهذا يعني اما الافتيمون يوميا مثلا غرامين او ثلاث يأكلون من الأفتيمون فهو نافع أو بحالة تخدير يخدرونه ويشربون من عنده لأن لكن تخدير لا طبخ تخدير مجرد تخدير فقضية ليلية تشرب من تشرب قدح من عرق الشمر أو حبة الحلوة أو الرازيان هاي اللي فهمونه من عندي ليلية عرق ماله مع العسل جدا نافع والحجامه في بين الكتفين اذا كانت الشرائط مساعده وعلى المنطقه العصعص جدا نافعه لهذه القضيه، هاي بالنسبه الى جواب هذه الاخت. احسنتم سماع الشيخ بارك الله فيكم. ايضا لدينا حقيقه رساله من الاخ ابو علي اعتقد بارك الله فيكم يقول بارك الله فيكم اخي العزيز ابو علي احنا خدام لكم يا اخ ابو علي. على تقديم برنامج طب للبيت عليهم السلام لقد دال اعجاب كل افراد العائله جزاكم الله خير الجزاء اخوكم ابو علي من مدينه النجف الاشرف نتشرف بمتابعتكم اخ ابو علي سلامنا وتحياتنا لجميع اهلنا في مدينه النجف الاشرف بس نطلب من عنده الدعاء إن شاء, ان شاء الله عند قبر الامام امير المؤمنين سلام الله سلام عليه, عليه. إن الله. الدعاء ان شاء الله الدعاء, الدعاء. دعاء. دعاء ان شاء الله يا ابو علي عند ضريح سيدنا مولانا الامام امير المؤمنين وشكرا لمتابعتكم ايضا لدينا سؤال حقيقه سماحه الشيخ من الاخ كاظم العكراوي يقول السلام عليكم عندي طفل عمره عشر سنوات معاق عنده التهاب اللثه شنو استخدم له؟ لابد اولا من مراعاه النظافه يعني دائما يستاك مثلا كل مراعاة يعني موجودة في جانب السواكة وغسل الفم بعد الطعام فهذا جدا مهم ضروري خذ مقدار من الخل الخل مع العسل ومع مقدار من ملح البحر ويتمضمض ليلية ب السب... ليلية لا أكثر من مرة باليوم مرتين ثلاث يتمضمض بهذا الخل والعسل وملح البحر، وإن كان الخل والملح يكفي، لكن بعد من باب الـ إحراز الـ القوة في التأثير، ثلاثة يقدر يمزجهن بعضهن مع بعض ويستخدمهن إن شاء الله. وبعد طبخ الحنظل في الخل، جيب لك مقدار من الحنظل وطبخه بداخل شنو هو؟ مقدار من الخل ويتمضمض به جدا يشد اللثة. يقوي اللثة ويقطع النزيف إن شاء الله بجاه محمد وآل محمد لكن الأهم أن يقرأ على الطفل يقرأ على الطفل سبعين مرة الحمد إن شاء الله ببركة الحمد الله تبارك وتعالى يرفع عنه إن شاء الله الألم أحسنتم سماع الشيخ بارك الله بكم أيضا سؤال آخر من الأخ كاظم العكراوي حقيقة عدة أسئلة نعم. سألنا جزاه الله خير جزاء يقول علاج تضخم الرحم امراه عمرها 43 سنه تم مراجعه الطبيبه النسائيه تقول هذا التضخم طبيعي مال العمر يعني التقدم بالسن. إيه إيه اكو علاج بطبع اهل البيت عليهم أفضل الصلاه والسلام. اي نعم نعم. اولا خب عدم الياس من العلاج هو اصل العلاج الاستغفار، الحمد، الصدقه، الدعاء، التوسل، هذا ينظم من حالات الانسان يكون على حاله طبيعيه. تنظيم برامج غذائي صحي بحسب المزاج يعني ذوي الطبيعة الحارة تجتنب من الأطعمة الحارة ذوي الطبيعة الباردة تشتِنب من الأطعمة الباردة يعني لا أن الإنسان يعرف حالات نفسه يتأذى من الأكل البارد أو من الأكل الحار المهم أكو علائم يعني أكو الطبيب يقدر يشخصني يعني بالضبط لكن يعني عموما الإنسان يعرف نفسه إذا يتأذى من البرد لا يأكل أطعمة باردة أو يتأذى من الحار لا يأكل أطعمة حارة فاذا العلاج مثلا العسل جدا نافع اذا كان غالبا يعني الالام تظهر في هذا العمر من البروده يعني الزياده السوداء فاذا العسل جدا نافع عرق الشمر او حبه الحلوه او الرازيانج نعبر عليه ما اعرف ليلية قدح مع العسل جدا يفعى يفعل هرمونات النساء يخليهن بنشاطهن ما يجي لهن سن،, سن الياس بسرعه ولذا لابد هذه الوصفه العمل بها بالنسبه الى النساء ويمنع من الياس المبكر عموما تمنع تمنع من الاطعمه المعلبه جدا ضاره الاطعمه الضاره من جملتها الاطعمه المعلبه ودجاج المصانع جدا ضار الطرشي البوفاك الشيبس وهذا ما شابه هذه الامور مضره بالاخص للنساء الحجامه لكن بحسب حال المريض الحجامه بين الكتفين وعلى العصعص بمقدار ملعقه صغيره من الحرمر الحرمل ليليه الى اسبوع جدا نافع لعلاج هذه المراه ان شاء الله. ان شاء الله تعالى ايضا لدينا سؤال اخر حقيقه باربع دقائق سماع الشيخ تجيبون عليه جزاكم نعم. الله خير جزاء. يقول ايضا الاخ كاظم العكراوي يقول السلام عليكم عندي التهاب جذر الشعر المزمن خلف الراس منطقه القريبه او المنطقه القريبه على الرقبه راجعت هواي اطباء ينطوني علاج اصير شهر زين وبعدين يرجع نعم. أسوأ واحنا من متابعين برنامجكم طب اهل البيت نعم تفضل نعم. الشيخ الاهم المره اخرى اقول الاستغفار الحمد الصدقه الحمد يقرا في الجيب سبعه الى سبعين والصدقه باليد إلى الفقير يعني يا ناس أعطيتهم العلاج ووصيتهم أكدت عليهم على قضية الحمد ما عملوا بوصفة الحمد ما أثر العلاج <applause> يوم اللي أسألهم كيفية استخدام العلاج قالوا أخذنا الوصفة لكن الحمد ما عملنا قلت الحمد أصل العلاج <applause> بمجرد أن جاء وعمل بالحمد الدواء أثر صحيح. <applause> يعني أن هذا المسألة جدا مهمة فإذا الاستغفار الحمد الصدقة أه ثاني شيء الحجامة حجامة الرأس قبل حجامة الرأس حجامة بين الكتفين بحسب حال المريض مرحلة مرحلتين ثلاث شوفوا أن كيفيته لأن الحجامة تقوي مناعة البدن ما دام تقوي مناعة البدن فهي تعمل ضد الالتهابات وين ما تصير هالالتهابات فهي ماذا تعمل ضد هذه الالتهابات فعليهم بالحجامة ثم حجامة الرأس حجامه بين الكتفين حجامه حجامه الراس شيء ننصح يعني اذا يقدر يحلق راسه بصوره كامله فهو انظف واطهر للعلاج يعني نعم. يحلق راسه بصوره كامله ان امكن له هذا الامر ثم ليليه يضع على المحل مقدار من الخل مع العسل بالقطنه ياخذ عسل ويمزج وياه شويه من الخل وبالقطنه يقوم يخلي على هذا المحل ان شاء الله رافع بعد تخدر شيء من البطنج والنعناع والزعتر وتشربه مع العسل لأنه يقوي مناعة البدن ويحارب الالتهاب أين ما يكون في البدن العسل مع الحبة السوداء جدا جدا هي ضد الالتهابات جدا ضد الالتهابات هذا ملعقتين في اليوم ملعقة ليلا وملعقة صباحا إن شاء الله والأهم كما قلت الاستغفار الحمد مهم هذا التزام بهذه الأمور إن شاء الله الله تبارك وتعالى يمن عليه بالصحة والعافية إن شاء اللهم الله اللهم آمين يا رب إلهي آمين أحسنتم سماع الشيخ وقتنا انتهى للأسف في لا. هذه الحلقة ولدينا الكثير أيضا من الأسئلة إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الشيخ الله الله يحفظك ووفقك وأيدك إن شاء الله بجاه محمد اللهم محمد الله. محمد آمين يا رب أحسنتم. نعم أحبائي المشاهدين هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج طب أهل البيت بالامكان زياره الصفحه الموجوده على الفيسبوك باسم خادمكم الرادود الاعلامي حسين الاميري تقبلوا تحياتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته